فيلم الإفطار في عام 2009 أحدث ضجة كبيرة في صناعة السينما وحقق نجاحا هائلا على المستوى العالمي. الفيلم من إخراج العبقري جيمس كاميرون، الذي استغرق عقدين من الزمن لتطوير التكنولوجيا والرؤية الفنية التي تقفي وراء هذا لعمل يالي الضخم. تدور أحدث الفيلم في علم بأندورا، كوكب غريبي عجب للتنوع لبيولوجي ولجمال للساحر. يحكي الفيلم قصة جاكاسولي، عسكري سابق معاقم يشارك في برنامج عسكري يستخدم تكنولوجيا الأفطار التي تمكن البشر من التحكم في أجساد مخلوقات بأندورا الناصعة البياض. يهدف البرنامج إلى استغلال موارد بأندورا وخاصة معدن ثمين يدعى أو نوبة يوم، عندما يتعلم جاكا كيفية التحكم في جسد أفطارة يشرع في استكشاف بأندورا وللتعرف على سكانها آل أصلين قبيلة آل النافي. يقع جاكا في حبيني تيري، وهي جزء من النافي وتتبنى قيم الاحترام والتوازن مع الطبيعة. مع مرور الوقت يدرك جاك التناقض الكبير بين أهداف البرنامج العسكري والأهداف الروحانية والبيئية للنافي، ويجد نفسه في مفترق طرق بين الولاء للجيش وحبها لبندورا وشعبه. يعتبر فيلم الإفطار إنجازا تقنيا وسينمائيا هائلا. استخدم كاميرون تكنولوجيا التصوير بالثلاثي الأبعاد وتقنيات الأفطار المتقدمة لإيصال الجمهور إلى عالم بأندورا وجعله يشعر وكأنه جزء منه. تم تصميم التكنولوجيا بحيث تمكن الممثلين من تجسيد شخصياتهم الأفطار بشكل واقعي على الشاشة، وتم ترجمة تعابير وحركات وجوههم إلى شخصيات أفاتار. وبالإضافة إلى التقنية المبهرة، يتميز الفيلم بقصة مثرة ورسالة قوية. يعالج الإفطار قضايا حساسة مثل الاستغلال البشري للطبيعة والتعايش بين الثقافات المختلفة وتوازن القوة والأخلاق. يشير الفيلم إلى أهمية الاحترام والتواصل مع البيئة والثقافات الأخرى، ويعكس القصة رغبة لبشرف للسيطرة والاستغلال وللتغلب على الطبيعة. تم استقبال فيلم الإفطار بإشادة كبيرة من آل النقاد والجمهور. حقق الفيلم نجاحا تجاريا هائلا وحقق إيرادات تجاوزت 2.7 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي. حصد الفيلم أيضا 3 جوائز أوسكار لأفضل تصميم إنتاج وأفضل تصوير وأفضل مؤثرات بصرية. باختصار، فيلم الإفطار الجزء الأول هو عمل سينمائي استثنائي جمع بين التكنولوجيا المتقدمة والقصة المأثرة. يعتبر الفيلم إنجازا تقنيا وفنيا وقد أثر بشكل كبير على صناعة فصل للسينما، ولا يزال يحتفظ بالشعبية كبيرة حتى اليوم.